تواصل قطر دورها المشبوه في ليبيا، حيث أكد مجلس النواب الليبي على أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى في ليبيا. احنا طبعا نتألم لما يجري في ليبيا، ونتألم لما يجري للشعب الليبي. نعتقد انه قطر لم ترتكب جريمة بوقوفها مع الشعب الليبي. لم تخجل قطر يوما من توثيق إرهابها ونشرها للفوضى ودعم التطرف والإرهاب تحت مسمى نصرة الشعوب، وأي شعب يرى في ذلك نصرة؟ فهو العذر، ومثله دعم أعمال الخير التي تمارس تحت غطائه الدوحة إرهابها وتمويلها للمسلحين لتدمير الأوطان، وتنفس عن عقدتها بخلق اسم لها بين الدول وإن كانت بطرق غير شرعية. قطر للأسف ما تبنيناها أن تقف هذا الموقف المعادي لليبيا بدون سبب، وأن تستخدم أداة لتخريب هذا البلد الآمن. أول طائرة سلاح وصلت إلى بنغازي جاءت من قطر، وعلى فكرة هذه الطائرة كانت تحمل أسلحة وذخائر باسم ائتلاف ثوار بنغازي، وليس العسكريين أو المجلس الرئاسي، مجلس ثوار بنغازي. حملت من قبل علي الصلابي الليبي المتواجد في قطر إلى أخيه إسماعيل الصلابي، وهو مجرم إرهابي خطير جدا لديه مذكرة أمنية دولية. منذ أعمال الدوحة المشبوهة في عام 2011 بإرسالها أول طائرة سلاح إلى بنغازي، وتوثيق إعلامها لعناصر قطر وليبيا الإرهابية، وسعيها لبسط نفوذ الميليشيات الإرهابية، لم يقف نظام الدوحة عن مد يد الخراب، حيث أكد مجلس النواب الليبي على أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية. وفي كل جهد عربي شأنه استقرار ليبيا تضيق صدور نظام قطر الذي لا يرى للدول العربية خيرا، ويطفو مجددا على السطح لينفس عن كربته تحت مسمى الشعب العربي الذي أراق دماءه بدعم الإرهاب وتمويله لسنوات عديدة، وتقويض أي جهد لجامعة الدول العربية، ويستميت بالدفاع عن التدخلات التركية في شؤون الدول العربية.